أنا أقول اتركوا الكلام في الناس، اتركوا الكلام في الناس، فلان حزبي، فلان كذا، فلان، اتركوا الكلام في الناس، ابذلوا النصيحة وادعوا الناس إلى اجتماع الكلمة وإلى تلقي العلم عن أهله وإلى الدراسة الصحيحة، إما دراسة دينية غالي أحسن أو دراسة دنيوية تنفع نفسك وتنفع مجتمعك. أما الاشتغال بالقيل والقال، فلان مخطئ، فلان مصيب، فلان كذا، هذا ما فيه، هذا هو اللي ينشر الشر ويفرق الكلمة ويسبب الفتنة. إذا رأيت على أحد خطأ تناصحه بينك وبينه، ما هو بتجلس في مجلس تقول فلان كذا فلان سوى كذا، تناصحه بما بينك وبينه، هذا النصيحة. أما كلامك في المجلس عن فلان، هذه ما هي بنصيحة، هذه فضيحة، هذه غيبة، هذه شر. نعم.